أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. بصلي إلى الله من كل قلبي أنك تتبارك اليوم من خلال أجزاء وفقرات هذه الحلقة. اليوم حديثنا كتير مهم عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات، أسميه الموضوع القديم الحديث اللي ما زال يتداول حتى يومنا هذا. وهذا السؤال هو عبارة عن سؤال عبر الأجيال والعصور والأزمان، الجميع يتساءل هذا السؤال، سواء ابتداء من المصريين القدماء الفراعنة إلى يومنا هذا، من ديانات مختلفة ومتعددة، من مذاهب طبعا كثيرة. وهذا السؤال هو: كيف يتبرر الإنسان قدام الله؟ هذا السؤال طبعا وجه في الكتاب المقدس في سفر أيوب. واحد من أصدقائه اسمه بلدد الشوحي، وسأل هذا السؤال من هذه الرسالة، وطبعا بنعمة الرب رح يكون في رد على هذا السؤال.